كورونا فيروس وما أدراك ما الكورونا فيروس إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس توضأ 5 مرات في اليوم ثم صل صلواتك الخمس ثم قرأ شيئا من الأذكار ثم قرأ شيئا من القرآن ثم توكل على الله إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس وتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس يقول الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس إذا كنت مؤمنا توكل على الله توكل على الله توضأ 5 مرات في اليوم وصل صلواتك الخمس وقرأ شيئا من الأذكار وقرأ شيئا من القرآن ثم توكل على الله إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس.